في جريمة بشعة يصعب تصديقها، عثر على طفل يدعى عروي جودة يبلغ من العمر 4 سنوات مقتولا في بئر مدينة خنشلة بالجزائر. فبعد اختفائه لعدة أيام وبعد أن ظن الجميع أنه مفقود فقط، وجد الطفل جودة مرميا في البئر فاقدا للحياة. وقد تمكنت مصالح الأمن في ظرف قياسي من توقيف القاتل ليتضح أن الجاني هو خال الضحية. اعترف بجريمته ودل مصالح الأمن على مكانه. ضجة كبيرة أحدثتها هذه الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، وصدم النشطاء من هوية القاتل الذي يعتبر من أقرب الناس إلى الضحية.